الدعوه الى الله. نعم. ودع الله تكرم ذلك. هي وظيفه الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام. انقسم الناس في الدعوه الى الله الى طرفين ووسط. ودع الله تكرم ما دارك سواك ودى صوت كفلوال عندن يو كافي رجبا عندن يو يوردى ما كاكلن يو ما كاكلن يو قسم لا يدعو إلى الله أبدا عندن يو كفل عندن يو ما يتعرى لا يأمر بالمعروف ولا نهى المنكر ملكام نقر عزم ملكون نقر ما يتلتل وقسم يدعو إلى الله بالجهل عندن يو ترغي أدرقان لي بما هي من نسبة ويفتي بغير علم يا لو كانت فتوى يسطع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلوا وأضلوا ظلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم يا الله ملكتني يا رسات شون تساستوا سون يمي أساستوا ما هي موشنا شون داوت وقسم يتوسط فاستن يو كفر مكاكلن يا يدعو إلى الله إلى الأشياء التي يثق فيها 100% لا يشك فيها طرفة عين هذه يعلمها الناس ما تو بما تو يتمام نبات ترطال إلى اللون أوقات يم يستمر بل يعتر يم يدرقال هل تشك في التوحيد؟ بتوحيد أنت بتوحيد تطرطر له؟ لا يمكن لأحد أن يشك في التوحيد ولا أشرك شرك أكبر بتوحيد مع النمى يتغطر ثم يتغطر إذا ندعو للتوحيد ولتوحيد للتغطر إلى الصلاة ولصلاة نعلم الناس الصلاة نتعلم ونعلم ونعمل صلاة الناس تمرالن إنه إنما رالن الناس تمرالن لا تفتي فتوكس تفتوى كبار علماء يتلعلق سواتشين لا تتكلم فيما لا يعنيك بما يتلعلق سواتشين فتوى أتناك أي شيء تشك في 1% لا تتكلم فيه عندنا جاب كتتراترك كما توبة عند برسنت قوة بتتراتر أتناك شروط الدعوة 5 يا دعوة مسفرتوك عمسناتشو الإخلاص لا الله سبحانه وتعالى ما درات العلم الشرعي شريعي هو نوكة منور الحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم تمام المتكام هي من نبيات سنة معرفة حال المدعو الداعية هذا يريد يسافر مثلا إلى غرب هرر لازم يعرف أحوال غرب هرر ماذا فيه ماذا الإشكالات ما هي الشبه الرئيس على قلة صوب بهايات دم وصنا مقبارهم ودم النهر دون ودم را ودويم ودع على المقواز مون مقعود ما بهاي الخامس الصبر عمستنيا تقست لابد من الصبر تاقاش النات كروت يلن لأن بعض الناس يظن أنه إذا خرج إلى الدعوة يجد طريق الدعوة مفروش بالورود لا يدري أن هذا الطريق سلكه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ولحقوا ما لحقوا وأنت لا يلحقك شيء من باب أولى لا بد يلحقك شيء ودا الله تري ما درجة وتاب في ردا يتغوزغوزا يتفرشا عدلا نبات وشيبت بطعم أستجاري شوان ما يهون من قرنه